اليوم أول مرة أعمل مربى كعب الغزال، فبدأت إنه أنا غسلتها كويس بالبيكنج سودا، وبعد كده عملت لها بلانش. فكرة البلانش إنه إحنا نقدر نقشره بسهولة. سلقت الخوخ في موية مغلية 30 ثانية، وبعد كده نقلته على موية مثلجة وتقشر معاي بسهولة. طبعا نفرم فرم ناعم، وبعد كده نحطه في الطنجرة، ولازم نضيف السكر. طبعا كمية السكر نفس وزن الفاكهة، وأضفت عليها المنكهات اللي أنا أحبها. أنا حطيت فانيلا، وحطيت مع بشر حطيت مع سوري زنجبيل وبشر ليمون، وبعد كده قلبته. طبعا عشان أطبخه على النار لازم كل ما تطلع الرغوة اللي على الوجه أشيلها، وبعد ما أشيل الرغوة أسيبه ينطبخ لمدة ساعة ونص تقريبا، وبعدين نعمل له اختبار الكثافة. نحطه في صحن نخليه يبرد ونحركه يمين ويسار، لازم يكون متماسك. وبكده يكون معانا جاهز إنه إحنا ننقله في المرطبان. وبالعافية.